السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ شباب، اليوم المحاضرة مالتنا على الـ I assessment. طبعا تعرفون احنا قبل ما نبدأ المحاضرة نحكي على الـ anatomy مالت الـ eyes. طبعا اكو صور بيكتر مهمة انه لازم تعرفوها، فمطلوبة من عندكم لانه المصطلحات اللي بيها هي دائما هسه احنا نرددها ونحكي عليها بالسبجكتيف والأوبجكتيف. هسه عندنا هذا الجهاز اللي هو الجرمال برايت كونسنس اوف تير لاجرمال كان جلانت اند داكت. طبعا هذا مطلوب من عندكم، مطلوب انه تعرفون وين صايره عندنا لاجرمال كلين وين صايره داكت اوف لاجرمال كلين كلام لاجرمال كنا لاجرمال ساق نوزو لاجرمال الأوبني أوف دا. هاي كلها مطلوب من عندكم إن شاء الله. الشيء الآخر المطلوب من عندكم رسم آخر اللي هو هذا الرسم، هذا أيضا مهم لازم إنهم تعرفون وين صايرة أيلاش، وين صايرة عندنا لمس، وين صايرة كورنيا كونجكتا، وين صايرة عندنا كونتنس، وين صايرة الايرس، الايليد، الايبرو، البوبولار فيشا، الكونتنس، هذا المفروض هذا الشباب ايضا مهمة ايضا لازم تعرفونها. هذا طبعا رسم مقطعي ايضا نفس المصطلحات اللي كانت موجودة في البكتر السابقة. هذا عندنا المسلز اوف رايت اي المفروض انه تعرفون تراكي وين صايرة البكر مالت العين، المفروض انه تعرفون سبراير ركتاس، المفروض تعرفون سبراير أبلك، المفروض تعرفون الميديال ركتاس، المفروض تعرفون الانفيريار ركتاس، المفروض تعرفون الليتر ركتاس، المفروض تعرفون الانفيريار أبلك. فهاي أيضا المصور، هذه أيضا مقطع عرضي لل طبعا مأخوذ تحت المجهر، فهذا أيضا مهم المفروض أنه تعرفون الفيزيولوجي كم وين يصير التيك ديسك، وين يصير تعرفون روتينيال فير روتينيال أرتري فوفيا، تعرفون الماكيو، هذني أيضا شغلات مهمة المفروض أنه تعرفوها. طبعا الانتيرنس ستراكتشر اللي هو يحتوي على 3 layers اللي هو outer layer و middle layer و inner layer. تعرفون لازم كل واحدة من عندها شنو تحوي، اللي هو outer layer اللي هو يحتوي على sclera والcornea و middle اللي هي يحتوي على corn والسيلياري بودي والايرس واللينس بيوبو شامبا. تعرفون الانر لير شنو يحتوي، يحتوي على الريتينيا ويحتوي على الاوبتيك ديسك. شباب هاي ايضا مهمة لازم المفروض تعرفوها. شباب هسه احنا قبل ما نبدي طبعا زيني الرسمات قلنا لكم انه يفضل انه تعرفوها. هسه قبل ما انه نبدي بالاسسمنت، هسه هذا اكو كيس ستدي، هذا كيس ستدي اللي هو patient is 51 years old stay at home مدار طاهية فيميا who presented to the emergency department with severe right
room and right chili and right eye pin pressure. That started 2 to 3 hours prayer. She also noticed a blurring vision from that eye and rainbow. Keller hovers around light around the same time. Components symptoms include acute nausea. She has vomiting twice since feeling the eye pain. Danny's prayer episode is Danny's flash flutters or diplopia. There is mild redness in the right eye. شباب هذا الكيس اللي هو يعني يأخذ مشكلة بس مشكلة بالعين. هسه نشوف شلون احنا حنسوي. شباب هسه احنا حنسأل على subjective data. بالsubjective data حنسأل على current symptom. Describe any recent visual of difficulties or change in your vision that you have experienced with a sudden or gradual. يعني هنا نقول للمريض بالكرنت سيبتوم اللي هو تشيف كومبلين معناته شكوى رئيسي. اول شيء حنجي نقول للمريض انه اي صعوبات بصريه مع اي ريزن خلوها صعوبات ريزن فيجوال ديفيكت اور تشينج ان يور فيجن او تغيرات صارت بالبصر. وهل هذه التغيرات صارت فجأة sudden or gradual؟ نقول له ليش نسأل هذا السؤال؟ ليش نسأل هذا السؤال؟ sudden change in vision may be associated with acute problem. لأن هذا فقدان البصر ممكن قد يصير ويا problem اللي هي ديتروما إنجليز ترتينا درجة. أو قد يكون gradual تدريجي change. هذا يرتبط وين؟ بالإيجينج بالدايبيتيك وبالهايبرتنشن والنيورولوجيك ديسوردر. خلص. هسه السؤال الثاني، هسه احنا بعدنا بالكارن سيبتوم أو بالشيف كومبلين. نسأله Do you see spot or flow threads in front of your eye؟ هل ترى بقع أو عوامات أمام عينك؟ يعني غواشات غوشة. Spot or fluorocytes are common among clients with myopia. Clients over age 40 in most cases there are due to normal physiologic change in the eye associated with aging require no intervention. شباب هاي البقع او العوامات هي شائعة بين طبعا الكلاينتس اللي هو عميل يعني المراجعين اللي هم عندهم قصور النظر المايوبيا اللي هي شنو قصور النظر أو الناس اللي أعمارهم أيوة والمراجعين اللي أعمارهم أكثر من 40 over 40 there are هاي الجزء تصير من نتيجة تغيرات فيزيولوجية طبيعية ما تحتاج intervention تداخلات علاجية. بس السؤال الآخر اللي يطرح نفسه بيش بالكارن سيكتر Do you experience blind spot
are they persons or intermittent؟ يعني هنا هل واجه هل صارت عندك تعاني من بقع عمياء اللي هاي تصير مستمرة أو متقطعة البقع؟ ليش تسألي هذا السؤال؟ لأنه سكوتوما البقع أو العتمة is a blunt spot that is surrounded by other normal or slightly dimension peripheral vision. لأن العتمة هو البقعة العمياء that is تكون محاطة بالرؤية سواء بالعادي يعني بالطبيعي أو قد تكون نتيجة تقلصات قليلة بالرؤية المحيطية، وقد يكون سببها داء الازرقاق كلوكوما قميبي كلوكوما. الانترميتنت بلايند سبوت may be associated with vascular spasm or thoracic injury. يعني هنا أن البقع العمياء المتقطعة قد تترافق مع الفاسكولار سبازم اللي هي تقلصات الأوعية الدموية، فتكون في حالات عندنا الصداع النصفي أو إنه الضغط البرجر on the optic nerve by tumor or intracranial pressure can sense a blunt spot may be indicate retinal detachment أو الضغط على العصب البصري وجود ورم أو الضغط داخل الجمجمة، فتكون هاي البقع العمياء indicate يعني أكو انفصال بإذن إنه أكو انفصال من شبكية. طبعا السؤال الآخر اللي إحنا نطرحه نقول do you see healers around the do you see healers around do you see healers or rings around light seeing healers around the light is associated with narrow glaucoma do you see halos or ring around light? Seeing halos around light is associated with narrow angle glaucoma. يعني هنا نسأل هل إنهم يرى هالات أو حلقات حول الأضواء؟ رؤية الهالات أو الحلقات حول الأضواء هذا يدل على يرتبط مع الجلوكوما يعني مع الزاء الزرق ضيق الزاوية. نسأل المريض do you trouble seeing at night يعني تتعاني من مشكلة بالليل؟ night blindness is associated with optic atrophy glaucoma and vitamin A deficiency. هاي يصير ويا هذه الحالات، أما يصير ضمنه بال يعني بالألياف البصرية بالأبتك ترافي أو كلوكوما داء الزرقاء أو فيتامين A deficiency. نسأل المريض do you experience double vision؟ فالدبل فيجن اللي هو المصطلح دايجلوبيا اللي indicate an increase in intracranial pressure due to injury or tumor. يعني إذا يدل إلى واحد صارت عنده هاي الزواجية بالنظر معناته شيء عنده أما زيادة بالضغط الرئوي أو أكو بس injury أو ورم. يمكن نسأل المريض do you have any eye pain or itching do you have been with bright light photophobia discomfort
نسأل المريض إذا كان عنده حالة مالت إذا عنده آلام بالعين، إذا كان عنده حكة، هل الآلام يصير ويا الضوء with the bright light اللي هو الضوايات الصادعة فوتوفوبي. شباب الفوتوفوبيا اللي هو يعني إرهاب الضوء is not normally occur change with the aging وإنما would require يمكن إذا صار عند الواحد يمكن يحتاج إلى تداخلات يعني assessment يسوي بعدين تداخلات يحتاج require for further assessment يعني تقييم آخر على المدى البعيد. Burn or itching pain is associated with the allergy يمكن هاي الآلام قد تصير بالعين أو أو الحرقة قد تصير يعني من واحد عنده حساسية أو مثلا تعرض إلى irritation فالثروبينج اضطرابات العين طبعا الثروبينج الستيلينج دي إيتشينج بين فهاي كلها تدل على إنه أكو فورم بودي إن ذا آي أو تشينج وذين ذا آي فلما يصير أكو فورم بودي فشوفون يصير عند المريض تهيج يصير عنده خفقان يصير عنده طعن ستامي أو يصير عند دي إيتشينج بين ألم عميق ومحرق يصير هذا الألم. زين نسأل المريض Do you have any cravings or swelling in your eye؟ إذا كانت عنده عين حمراء أو صار عندها ورم يمكن أنه قد يكون هذا related to the intermittent response caused by allergy or foreign body or bacteria or viral infection مثل هذه الشباب. زين نسأل المريض إذا Do you نسأله إذا كان المريض Do you experience excessive watering or tearing of the eye? If so, it is one eye or both eyes. يعني نسأل المريض إذا كان يعاني من يعني تدمع الدمع في عيونه يشوفه الدمع الثاني العيون أو العين واحدة. فهذا طبعا طبعا إذا دمعت excessive tearing may be indicated for the طبعا excessive tearing اللي هو المصطلح الأبي for المصطلح is caused by exposure to a retin or obstruction of the lacrimal apparatus يعني من نتيجة إنه صاير أما أقوى متعرض الجهاز الدموي أما التهيجات أو بس انسدادات بالجهاز الدموي فأكو دورات شو يصير؟ يصير يونيلر أبيفير بيفوري هاي يصير هاي يصير أسوشيتد بالفورم بادي أو أبستراكشن أو دورات الثينين يصير باي بيفوري هاي شنو هو is associated with exposure to irritant such as makeup مثلا الميكرات أو مثلا الفيشة كلينيس مثلا تخسرون وجهكم رغم مع الصابون هواية فهاي شنو هو عينكم الدمع إن تخسرون شكون عينكم الدمع أو دورات تكون كرسمونز للسيستماتيك يعني بس أشو شون تتعرض جسمكم بس حالة بصير ليه كرسمونز إذا فتقوم الدمع العيون مالتكم الثلاثين. زين نسأل المريض do you have any eye discharge يعني إذا كانت أكو جراحة تطلع من عين شباب لما تنتجوا هاي أكيد كانت تصير عندكم inflammation عينكم بها infection يصير عينكم بس مثل هذا دائما أصير بعد الجراحة هذه من كنتم أطفال discharge other than tears suggested for bacterial or viral infection. بالباص هستاري نسأل المريض بالباص هستاري هذه إذا هذا problem with your eye or vision عندك مشكلة ويا الآي من قبل يمكن الهستاري of eye problem
يعني الطين بس يحمل بس علامة على الكاريتا في أوضة برملة، احتمال يجوز هذا المريض هاي المشكلة هسه صايرة مو رزنت، احتمال من قلة الفتق، فإن من ناخذ الهاب في الصريحة الطين بس علامة على الهاب هاي على صحة العين. نسأل المريض هاي سيرجت عندي عملية عينه، قد يكون العملية إذا راح تبدأ بعينه ممكن قد تغير السوي ولتغير أغطر the appearance of the eye، تغير من مظهر العين، يمكن ما يبي أغطر the result of the examination، تغير من نتائج الفحص. بالفاينلي هيستوري شباب نسأل is there history of eye problem or vision problem in our family، إذا كان أكو أي أحد من العائلة عنده مرض عنده مشكلة بالآي بروبلم، فقد تكون هاي فاميليا. يعني مثلا شباب نشوف واحد أبوه جده وعمه كلهم عندهم مشاكل بالآي، فيطلعون لأحفاد يطلعون هم عندهم مشاكل، فقد هاي المشكلة يجوز فاميليا تندنسيز، يعني مشكلة عائلية. نسأل المريض شباب ديسكراب إن بس treatment you have received for eye problem، يعني إذا كان حالي ما هي أنواع الأدوية. نسأل المريض أنه هل وصفت أي من العلاجات السابقة وصفت إلى describe any past treatment you have received for eye problem، إذا كانت عندنا مشكلة قولوا وصفت لك هي من العلاجات، وصفت لك medication surgery يعني بس أدوية، سويت عملية، سويت ليزر treatment، سويت كاركتف لانس يعني على ساعات مصححة، where this successful يعني هل نجحت وياك، where you satisfied هل أنت راضي عليها. يمكن قد يكون الكلاينت منه في ساتسفاي ويذا باس تريتمنت فور فيجن بروبلم، يعني دائما انه نشوف انه المريض او المراجع يكون لا يقتنع، يكون غير راضي بعلاجه لعلاج مشاكل العين. نسأل المريض What type of medication do you take؟ شنو نوع الأنواع الأدوية اللي أنت تأخذها؟ What are side effects of drugs are often unrecognized and or overlooked؟ يمكن قد مشاكل الآثار الجانبية الأدوية تكون غير محترف بها أو متغاضى عنها، لكن some medication reported to have quite a affected بعض الأدوية لها تأثير جانبي على العين، اللي هي شنو مثال عليها الكورتيكوستيرويد والليفاستاتين والبريدوستيرونين والكينيدين والريسبوبرايدون والريفامبين، هذني الأدوية لها تأثير على سايد افكت على العين. نسأل المريض وين was your last eye examination؟ شو وقت كان آخر فحص أنت سويته للعين؟ طبعا ليش؟ لأنه through eye examination يعني إنه من النصائح اللي تعطي بالإكزامنيشن مالت الآي إنه for the healthy client without risk factor يمكن أن يفحص عينه every 2 years كل سنة، يعني نسأل المريض Do you have a prescription for corrective lens glass or contact؟ يعني إنه كل للمريض إنه هل هو عنده وصفة طبية للعدسات التصحيحية اللي يلبسها أو المناظر glasses or contact؟ Do you wear them regularly؟ يعني بس بصورة منتظمة. If you wear contact, how long do you wear them؟ قد الفترة اللي يلبس بيها هذه الوصفات الطبية سواء كانت عدسات تصحيحية.
هاو دو يو كلين ديم، شلون ننظفها؟ ليش نسأل هذه الشباب؟ لأن الأموت أوف تايم هذا يكون ذا كلاينت وذ ذا كاركتيف لانز بروفايد انفورميشن اون ذا سيفيرتي أوف ذا فيجوال بروبلم. يعني هذه فيجوال بروبلم وين مرتبطة؟ مرتبطة بالأموت أوف ذا تايم. إذا عرفنا الأموت أوف ذا تايم ممكن إنه نعرف حدة المشكلة البصرية. المرضى اللي هم أو المراجعين اللي كانت ونوت ويا ذا بريسكرايب كاركتر لانسنس أز سبورت تو ويمن أز فريم، يمكن إنه المراجعين اللي يلبسون هذه العدسات المصححة ممكن يعرضون عينهم للإجهاد. كلينينج أور برولونج ويرينج أور كونتاكت لانس كان بيدي تو انفكشن اند بيرسونال دامج. اللي طبعا يعني التنظيف غير لائق او ارتداد هذه العدسات اللاصقه لفتره طويله ممكن قد يقود الى الاصابه والتلف الى الانفكشن والى تلف القرنيه. طبعا من الاسئله الاخرى اللي احنا نسالها نسأل المريض have you ever been tested for a glaucoma؟ يعني نسأل المريض إذا كان سوى تيست مال الداء الزرقاء and what were the results؟ شنية النتائج مالته نسأله. ليش نسأل هذا؟ طبعا التونوميتر اللي هو هذا الجهاز طبعا يوزن تو ميجر البريشر بين الدقات نورمال اي بريشر نورمال من 10 الى 21 ملم مركري. زين الاي بريشر يصير دائما جريتر ذان 22. إذا increase one's risk for development of a glaucoma يعني زيادة ضغط العين ممكن أن قد يقود إلى الداء الزرق اللي هو الجلوكوما. بالنرف الساية مثل المريض إذا are you exposed يعني هل تعرض للظروف أو المواد to condition or substance in the workplace في عمل أو بيئة that may be harm your eye or vision. المواد كيميائية أو أبخرة يمكن تأثر عينك. ليش؟ لأنه الانجري أو الديزيز may be related to exposure in the workplace or home. يمكن أنه هاي الأدية يصير بالعين الأشياء اللي يتعرض بها أو الديزيز الإصابات ممكن إلى related to لها قد تكون مكان عمل أو بالبيئة. نسأل المريض إذا do you wear sunglasses during exposure to the sun؟ يعني هل إن المريض يرتدي، نسأل المريض أو المراجع إنه يرتدي النظارات الشمسية أثناء التعرض لأشعة الشمس؟ ليش نسأل هذا السؤال؟ لأن الإكسبوجر تو أوتا تو أوتا للأشعة الفوق تو أوتا فور راي ديتا الأشعة الفوق من البنفسجية يعرض المريض بكل إكلاند آت ريسك ديفلوب كاتاركت اللي هي شنو عرض الإصابة بالعتمة. الكتر معناتها العتمة هي of the lenses of the eyes اللي هو شنو العتمة مالت عدسة العين. طبعا the classic signs of cataract include pleurisy تشوش بالرؤية and less sensitivity. هاي عندنا المواصفات مالتها. نسأل المريض Has your vision loss affected your ability to care for yourself؟ هل إنه أثر فقدان الرؤية الخاصة بك أثر على قدرتك العناية بنفسك؟ ممكن vision
problem may be interfere with the client ability to perform your usual activity of daily living. ممكن قد تكون مشاكل الرؤية قد تتداخل مع قدرة المريض على إداء. طبعا أحس إحنا وصلنا إلى الأوبجيكتيف أوبجيكتيف داتا بالآي أسسمنت من فصل الآي أسسمنت. طبعا أول شيء إنه هذا السيستم هو من السيستمات الصغار اللي يحتوي على تو تكنيك انسبكشن وإفاربيت. أول شيء إحنا هنسوي انسبكت، تيجي أنت تسوي انسبكت للأيليد and the eyelash the position of vocal eyebrow fissure هذا الشق الجفني. فالمفروض شباب هذا عندنا الشق الجفني وهذا عندنا الجفني العلوي والجفني السفلي، فالمفروض انه الايليد margin should be between the upper margin of the iris من القزحية وبين upper margin of the pupil. هاي احنا هذا الطبيعي. الغير الطبيعي هو اللي يهمنا. بالغير الطبيعي شباب شو نشوف؟ نشوف انه التوسيس اللي هذا السيشن ويصير يومين of the eyelid may be acquired مدر nerve damage باعوا مثل هذه مثل هذه هذا يسموه عندنا توكسيز. هذا يسموه يصير عندنا الرضيع بالأبر عالم. الحالة الغير طبيعية البعض إنه هو لما يصير عندنا ريتراكتد تماش بالليد مارجن بالحبر مات الليد هلو فور فيون اوف ذا سكلاريا when the eyes are open suggested hyperthyroidism. يعني اللي عنده هاي الحاله اللي هو ريتريك ليه هاي صرنا بالهايبرثيرويدزم. شباب مثل هذه باعوا هاجب لكم هذا الصور مال ريتريكتين ريتريكتين يعني كماش في الجفن. زين الطبيعي انه الابر عن لور ليد فلويز ايز and completely when closed يعني هو مالتكم تقدرون فتحون وضغطون بعينكم يعني الجفن تقدرون تقدرون الأبر واللور maybe closed. The lower eyelid is upright with no inward or outward turning يعني هو ما بتحور لا بالداخل ولا بالخارج. هاي الشيء طبيعي ما دفت هاي شيء طبيعي. شيء طبيعي أيضا الآي ليش نشوف هذي أن الرموش شون صير distributed curve outward along the lid margin. هاي شيء طبيعي. شيء طبيعي شباب لما نصير هذه الحالة يصير failure of lid to close completely يعني ما ينسى. فهذا بهاي الحالة شنو يصير لكلام الشخص يكون متعرض إلى risk for corneal damage يعني ماذا ينسج الجفن فأنا أصير corneal damage. الشيء غير الطبيعي أيضا بهاي الحالة حالة الانترو اللي هي eye inverted باللور lid بعض مثل هذه شو يصير صير lower lid inverted هذا ايش حيصير بالمريض يصير maybe causes pain and injury. الحالة الأخرى الغير الطبيعية أيضا هي من يصير عند المريض الأكتروبين شباب هاي شي يصير بالجفن يصير بالعكس يعني بيرتد مثل هذا بيرتد باللوبليد لوبليد is blue and slightly rolling outward يعني يصير مرتخي ويتدحرج قليل نحو الخارج. هذه إذا صار هاي الحالة حيصير exposure and drying of conjunctiva يعني المرتخي ما يصير ينانه. إذا صارت هاي الحالة حصير
بالجفاف. شباب احنا هسه نباوع بالعلي، شحال نباوع؟ حنباوع على البار ابرون فيشا اللي هو الشق الجفن. المفروض انه هذا شو يصير؟ يصير هورزنتال. الشيء غير هذا شيء طبيعي. هسه يا شباب هسه شو نسوي؟ احنا بعدنا قاعدين نسوي انسبكشن، نشوف انه تشيك فور ذا ايليد تو كلوز. شفناها هسه شيكناها، هسه بعد نشوف حنشوف البوزيشن مال الايليد. هاي شفناها، شفنا الثاني، وحنشوف اذا كان اكو الكلر مال الايليد. شوف اكو بي سولينج، اكو بي ليجين، اكو بي ديسشارج. نشوف اوبزر فور ريدنس الحمار، نشوف اذا كان اكو ورم، اذا كان اكو جراحه ديسشارج اور او اي ليجين. فالمفروض شباب هو شيء طبيعي، هو السكين اون بوت ايلين از ويذاوت ريدنس او سولينج ديسشارج اور ليجين، يعني مثل الجفن مالتكم. الشيء غير طبيعي هذه الصور اللي جبتيها لكم شباب، هاي بعض الريدنس يصير بيها احمرار، يصير بيها كريستين، يصير بيها تقشرات الانقذة ايليد. هاي في حالة الانفكشن هاي اكيد صايرة بيكم لما كنتوا اطفال جهاز. زين الشيء غير طبيعي يا شباب ايضا هذا المصطلح اللي اسمه زيني تابس. شي يصير؟ يصير في ريزي يلو بلاكس، يصير يعني بس الواع صفراء لوكيتد، ايش بقع صفراء هي بس هم بالانجليزي يسموها بلاكس، لوكيتد اوفر نير انر كانتنس. اللي احنا قلناها طبعا كانتنس اللي هي هاي المنطقة اللي يصير باعوا نانا، هنا انا باعوا شلون هاي صايرة هنا فوق الكانتنس. يكون هاي شباب موجودة بالطبيعية إن شاء الله من صدر عمركم بالتسعينات وبالمية فصير عندكم هذي، لكن إذا جدوا شباب وصايرة هاي عندكم هذي هو معناها يجوز المريض يجوز الشخص هذا اللي يصير عنده هاي الحالة معناته عنده زيادة بالدهنيات هاي اللي بالليفر. فعلا الحالة شباب هاي احتمال تشوفوها بالمستقبل ايش فيها انتم تمشون بالشارع يشوفون مريض. زين الحالة الاخرى شباب غير الطبيعية هو هذا المصطلح اللي يسموه البريفيكايتس. هي شو معنى هذا؟ هذا يصير ستافيلوكوكاس انفكشن وانفكشن اون ذا ايليد. بعض شباب هذا هاي صاير عندكم لما تجوا جهات الايليد مالتكم صاير به التهاب. المصطلح الآخر الغير الطبيعي اللي هو الهورتين. شباب هاي شي صير هيرفوكل، هيرفوكل صير شعرها يعني بي انفكشن كوزز لو السبب لوكال ريدنس وولينج اند بين. بقى مثل هذي هاي يعني فوق هاي شي اسمه المصطلح الهورتين اللي هو شنو عندنا؟ Hair focal infection causes local redness and swelling and pain. شباب المصطلح الغير الطبيعي أيضا اللي هو هذا المصطلح اللي هو colorism. شنو معناته هذا colorism؟ شنو يصير infection يا منطقة يصير بالغدد اللي هو مايو بومين كلام. هاي الغدد وين يصير؟ أصير located on the eyelid هاي بالأي على الجفن. فش حيصير بيها maybe produce extreme swelling يصير يعني مكفة أو متورم الليل يصير moderate redness and قد يصير عندنا حسبنا للinspect the eyeballs and position observe the position and the alignment of the eyeballs.
المفروض الشباب يعني لها قرة العين نشوفه ونشوف هاي الأرقام مالتها. فالمفروض الشباب إنه الأيبول إذا نشوفها بوكس نشوفها asymmetrical aligned in in stat يعني بالمنحجر مالته without protruding or sending. لكن احنا اللي حنشوف شباب اللي حنشوف هذا الشيء الشيء غير الطبيعي اللي حنشوفه هو في حالة ان حنشوف عندنا احتمال حنشوف الاكسو افورمنس. الشباب هاي شنو شو يصير؟ بصير بروتروتينج اوف ذا ايبلز كومباين باي ريتراكتد اي ليد مارجنز. شو يصير؟ شلون يصير بروز بالكره مالت العين ومرافقها؟ شو يصير وياها يرافقها؟ صافقها يصير ريتراكتد بالاي ليد يعني يصير تقلصات بالحوافي مالت الجفن. الشباب هذه ايضا مثال عليها الصوره. ايضا الشيء غير الطبيعي احتمال شي نشوف هذه الحاله نشوف sending of the eyeball balls may be seen with severe dehydration. المرضى اللي عندهم dehydration احتمال شي نشوف عندهم بعض شلون هاي العين تصير غارقه أصير غارقة سنجين. بعدين إحنا بنسوي إنسبكت، حنسوي إنسبكت للبولبا. طبعاً إحنا المفروض إنه هاي البولبا كونجكتافة إزي كلير موست أند سموث. هاي عندكم. يعني هي تصير المفروض شصي تصير رطبة وتصير ناعمة. عند الناس اللي هم dark skin client may have clearer with yellow or pigmented freckles. قد يكون عند الناس البشرة الداكنة ممكن أنها قد تصير هذه أصير أما لو ذات لون أصفر أو إنه نمش متغيرة الصورة ماله يعني متغيرة اللون مالته. شباب هالشي عشي طبيعي. الشيء غير طبيعي شباب هذا اللي إحنا نشوفه قد يصير عند المريض كونجكتيفايتس اللي هو شنو معناته؟ التهاب الكونجكتيف اللي هو التهاب المتحمل. يصير بينك كلر يعني يصير حمرة جنرالز، قد يصير ريدنس، قد يصير دراينس، قد يصير هاي كلها associated with allergy or trauma. يعني مثلا واحد يمكن يصير عنده حساسية يعني يشوفون هذه الملتحمة هاي مالت العين يشوفوها متغيرة قد يصير لونهم أحمر. زين شباب من الشغلات الغير الطبيعية اللي احنا نشوفها بسكارياتز. شباب هاي is local non-infection inflammation of the sclera. يصير inflammation بالسكليره بها وشون يصير. The condition is usually characterized by other mucular appearance or by redness and dilated with dilated vessels. وعشان هيك تصير هذا المصطلح اللي يسموه عندنا الاسكاراتز. طبعا انسبكت ذا زين شلون احنا نسوي انسبكت للبابا أبرل كونجكتيف. شباب the lower and upper بابا أبرل and upper
are free and clear and free from swelling or lesion. المفروض هاي المزحمة العلوية اللي هي هذه يعني تكون ما فيها أي lesion وتكون clear. هاي الشيء الطبيعي اللي هو عندكم. زين شلون هسه احنا نسوي لها عندنا انسبكشن؟ شباب هذا البروسيجر يسوي في حالة انه اذا دخل الفورم بودي يعني بالشيء جسم غريب يعني دخل مثلا بس غبار دخل سوى اريتيشن فاحنا شو نسوي؟ نسوي هذا بالعين. فشو نسوي؟ نسوي هذا الفحص. هذا نسوي هذا البروسيجر شباب. هذا البروسيجر شنو تسوي؟ قبل ما تسوي المفروض بتكون جلافز فور ذيس اسيستنت بروسيجر. فيرست اول شيء انه يصير انسبكت ذا بوب اوف ابرل كونجكتافيا اللي هو اوف ذا لوهر اي جلد. زين يعني هنا اول شيء يصير انه حتى تفحص اللور ايليد حتى نفحص الجفن الملتحمه الجفنيه الجفن السفلي باي بليسينج يور ثام باي ليترال ات ليفل اوف ذا لور بون اوربيتال رام. يعني انه شو تخلي عن طريق وضع مهامك بشكل ثنائي على مستوى الحافة المدارية السفلية للعظم. And gently down, pulling down to expose the pubural conjunctiva. بعدين براها تسحبه بدقة. هنا أنا بعد ما خليت هنا بعد بعدين تسحبه بدقة. حتى تظهر لك المنطقة مالت البوب أبرال كونجكتافة. وطبعا من السلوكيتين تسحبه يعني ما تسحبه بقوة وإنما جنتل بضغط حتى تمنع انه البرجر على اللي يصير على الآي. بعدين نطلب من المريض انه ask the client to look up as you observe the exposed area. يعني يقول يباوع لي فوق وانت شيء بالنسبة الوقت تتباوع هذه المنطقة اللي هو البوب أبرم البوب أبرم كونت كتافية. بعدين شو تسوي؟ تسوي فير ذا أبر أيليد. بعدين براها تضرب الجفن العلوي ونقول قول للمريض ask the client to look down with his or her eye slightly open. يعني هذا اللي جوا يفتح عينه. فثانية عندنا فاسك ذا كلاينت تو لوك داون وذ هيز اور هير اي سلايدلي اوبن اند جنتل كريسب ذا كلاينت ابر اي ليش. طبعا بنفس الوقت طبعا بنفس الوقت طبعا نمسك الرموش العلوية ونسحبها وبرفق ونسحب الغطاء للأسفل غطاء العين للأسفل باعه. هنا عندنا جنتل كريسب ذا كلاينت أبر أيليش نمسك الرموش العلوية ونسحب الليد اللي هو الجفن للأسفل. فبعدين هنا باعه شلون هنا هاي يمن سحبه بعدين خلى عندنا الأكتنتين بتب أبليكيتر يعني خلى هاي مات الأبليكيتر مات القطن اللي هو أبروكسيمتلي 1 سنتيمتر أبوف ذا أي ليد مارجن أعلم هنا هيك خلاها. بعدين بوش داون ويد أبليكيتر بعد ما خلاها بحوالي 1 سنتيمتر فوق حافة الجفن دفعها للأسفل باستخدام هذه الأبليكيتر مع الاستمرار with applicator while the still holding the eyelash وهو مستمر. طبعا لازم هاي ليش شباب هذا هو البروسيجر صورة مختصرة. شلون انه اول مرة
انه فحصه، وبعد ما فحص البابا كنت اكتشفه في جاب الثام وين خلاها افيلبل اوف ذا اوف ذا بوني اوربيتال ارم. بعدين براها سحب ان جنتل داون تو ذا اكسبوز البابلر كونجكتافا. بعدين هنا يقول للمريض بابا لي فوق، بعدين يمين بابا لي فوق حتى يشوف المنطقة إذا كان بين مثلا فورم بودي. بعدين يقول نزل، بعدين يقول له أسك ذا كلاين تو لوك داون، بعدين يقول يعني بابا لي الأسفل. بعدين ها شي يسوي إنه كريسل يمسك الأبر آيليش مثل ما هنا، بعد شو يمسك الأبر آيليش. بعدين براها ايش سوى؟ سوى جام هاي الديكيتر خلاها على الجفن، على حافة الجفن، وبعد واحد واحد سنتيمتر أبو ذا آي مارجن، وبعدين بوش داون. بعدين بدا الديكيتر هو ستيل، وهو طبعا لازم باعوا شلون لازم الجفن لازم وايل ستيل هولدنج ذا ايليش. شباب هذا القرص هي كلش واضح. فذا لور اند ابر بعد بلوك كان جكتافا ار كلير اند فري فروم اي ليجن او سوين او ليجن. هاي في حالة شنو؟ في حالة انتو بغالتكم يعني اذا اي سي اي واحد يسوي له هذا البروسيجر يشوف المفروض ما في اي ليجن. لكن شباب هذا يسوي هذا البروسيجر فقط في حالة اذا اكو فورين بادي وين صاير بالايز فنسوي هاي البروسيجر. شباب الفورم بودي اور ليجن ماي بي كوزز اريتيشن بين بين اند سولينج فور ذا ابر اوف ذا ابر اي ليد فور ذا ابر اي ليد. السينوسيس اوف ذا لور اوف ذا لور اي ليد سجستد هارت اور لانج ديس اوردر. هسه عندنا انسبكت فور انسبكت ذا لك رمى أبرد إيه الجهاز الدمعي شلون نسوي له انسبكت. شباب الجهاز الدمعي حتى احنا نسوي له انسبكت للجهاز الدمعي نسوي اسيس ذا اريا اوفر ذا اوفر ذا لاكرمان كلين لاترا اسبكت اوف ذا ابا ايليد اند بانيكتا. In the middle aspect of the lower eyelid. جهاز الدمعي مثل ما تعرفوه هو أن دي الليجما ساك تيردات أن البانكتا تيردات البانكتا. شباب هذا هو الجهاز الدمعي. فإحنا مفروض يمن إحنا نباوع بهاي المناطق. فبهاي المناطق شباب يمن باوعها الشيء الطبيعي المفروض no swelling or redness should be appear over area of lateral gland. لكن إذا شفنا أن swelling of the lateral gland may be visible in the lateral aspect of the upper eyelid يمكن أن نشوفه بالجهة الجانبية من الأبر لين. فهاي شيء يدل أكو بس blockage أو يدل بس infection. هذا إذا شفنا عندنا أكو swelling أو يدل أكو بس inflammatory condition أو يدل أكو redness أو swelling أو قد نشوف swelling around panicta اللي هي نقطة الجمع هاي اللي هنا. فهاي maybe indicate for the inflammation or infection or inflammation condition. Excessive tearing يعني إذا واحد عنده دمع عينه هواية شنو indicate؟ indicate أكو بس بالنوزل لاكرماسا abstraction أكو ثانية عندنا أبو هذه المنطقة أكو فيها بس abstraction هي اللي تسبب هاي الجمع. زين بس عندنا بالبيض باللاكرما الشق
هاي من البقيت put on disposable. أول شيء إنه disposable gloves تلبسه، بعدين براها بالدين ننزل لاكرمونداك حتى إحنا شيء. وليش نسوي البالدين؟ حتى assess of the for black use for one finger، نستعمل one finger to bulbate just inside the lower orbital ram. يعني هنا هنا هو تسوي انت بابيت. المفروض بالبابيت ماكو درينج يطلع يمين، انت تسوي هسه بابيت بالليجمر ابروش. كان تجي هنا تحدي اصبعك وهنا هاي المناطق، ها؟ فانت المفروض شيء طبيعي بحر مثل هذه انك تسوي بابيت، مو شيء طبيعي انك ماكو درينج. لكن اذا صار هذا انت تسوي بابيت وشفت اكو هنا بدت جراحه تطلع من البانكتا، معناته اكو بس بلوكج صاير بالداكت بالقناه مالت الجهاز الدمعي. زين انسبكت ذا كورنيا. انسبكت ذا كورنيال تصير انه انجلاس نجيب لايت، وهذا شان فور ذا لايت يعني نسلط ضوء فروم ذا سايد اوف اي فور ذا اوبليك يعني من جانب. وانت شوف خلاله لوك ثرو بيور تو انسبكت ذا راس. بعد يعني شلون سلط الضوء من جهه من جانب معين، وبعدين انت وظف تشوف ان البؤبؤ مالت العين تركز على العدسة. فالمفروض شباب الشيء الطبيعي انه الكورنيا از ترانسبرنت ويز نيو اوبستيز اوبستيز ويز اوبستيز ويز نيو اوبستيز ذا ابله ذا بلوكيو فيو شاو smooth overall most surface and the lens is free from the obstacles. يعني المفروض انه هي تصير smooth وما بيها اي اتمة. احنا الشيء غير الطبيعي، هاي شباب الشيء الطبيعي اللي احنا نشوفه عندكم، يعني هسه كل واحد اذا يصل الضوء على صديقه فيشوف انه هاي العدسه ما يشوف القرنيه شوف ترانسبيرنت يعني تصير شفافه حتى ويصير اسمه وما بيها اي عتمه او بس. لكن الشيء غير الطبيعي شباب هاي من يشوف اكو roughness dryness on the cornea، هاي ويا ما تصير في حالة حساسية allergy او في حالة injury او قد تصير مهتمة obstacles of the lenses are seen with the cataracts. cataracts شباب هذا المصطلح اللي هو cataracts اللي هي مصدر عتمة بالعين، اللي هو يعني بالعربي اللي احنا نسميه مي الاسود. زين شباب ايضا من الشيرات الغير الطبيعيه قد نشوف الاركس الاكس الاركس هذه الاكسين سيلنس. شباب هذا الاركس شيء يكون نورمال كونديشن عند الاولدر، يعني ان شاء الله تكون كبار والظهر يظهر هذا عندكم، فهذا يعتبر شيء طبيعي. لكن شيء ابيض ايز أو white arc around the lumbar. شباب هذا شيء يبين الأركس على شكل قوس 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 أبيض. طبعا إذا إحنا شو نسوي inspect the iris and pupil shape color of the iris size shape of pupil. This iris is typical يعني الايريس القزحية مالت العين هي المفروض تصير راوند فلاد ايفن كلر. يعني هاي العين هاي القزحية مالتكم مالت عيونكم هاي يصير شكلها تصير مدورة وتصير مسطحة وتصير متوزعة الالوان مالتها، هذا الشيء الطبيعي اللي عندكم بعيونكم. لكن شيء غير طبيعية من تصير مثل هاي هاي الصورة. طبعا هو ريجولار شيب ايريس
شباب بعض بعض، هاي الايرن شاب بعض بعض، هاي يعني اريجولار جاي بعض، هاي بعض، هاي كلها اريجولار صور. الشيء غير الطبيعي شباب لما يصير هذه الحالة الانسكولية. شباب هاي شنو الانسكولية معناتها؟ معناتها انه يصير جلوب الاوف، انا اكون سايز هاي يعني هنا عندنا جلوب سيلكشن رياكشن تو ذا لايت اند كوميونيكيشن يوني لاترال جلوب الاوف او انا اكون سايز باعوا هنا باعوا هذا السايز مالت مالت العين يختلف عن هذه وهذا يختلف عن هذه، فهاي شيء يسموها انسكولية. الشباب ايضا هسه شو نسوي؟ احنا حنسوي هذا التيست هو غير اكشن تو ذا لايت، احنا ايش حنصل له تيست فور دايركت ريسبونس باي دايركت ذا روم اند اسك ذا جراند تو فوكس اون ا ديستنس اوبجكت، يعني نخلي المريض غرفة منظمة ونقول له ركز على مكان معين تو تيست دايركت رياكشن شان حتى نشوف الرياكشن مالت البيوبل، فنصور ضوء ابلوكيو ايضا هذا الضوء سلطة ونشوف ال تو وان اي نسلط على جهة معينة على عين معينة و اوبزرف ذا بولاري رياكشن فور بوث بيوبل تو كونستراكت، ونشوف ونشوف الرياكشن مالت البوبا. فالنورمال انه لما احنا نسلط دايركت بولاري ريسبونس از كونستراكشن البوبل يعني مالت العين يصير انه يصير رياكشن بي يصير كونستراكتد يصير بي تقلص، هذا النورمال. الابنورمال شباب اللي احنا نشوفها طبعا هذه هي النورمال باعوا باعوا النورمال اللي فيه شوز لايتلي دايليتي تو مودريت لا زين اس عندنا الابنورمال سين مارسيز مارسيز هذا المارسيز باعوا شو يصير فيه كونستراكتد وين اكسبوز تو انجريس لايت يعني اللي نزيد ضوء يلا يصير بي كونستراكتد. هسه عندنا الحالة الأخرى اللي هو الابنورمال اللي هو المادراسيز، شباب هاي المادراسيز باعوا يصير بيوبل دايليتد وين اكسبوز تو ريديوس لايت، يعني احنا قلب ويمن شوية نسلطه نشوف شو يصير بيه، يصير بالعكس يصير دايليتد. شباب هاي الحالات هاي نورمال هاي ان المويسيز هاي مصر الضوء هواية وهنا هاي قلب يصير بيه دايليتد. شباب الحالة الغير الطبيعية أيضا اللي نسميها ماينوكايلر بلاندنس كان بي ديتكتد وين لايت دايركتد تو ذا بلانت اي ريزلت نو ريسبونس. شباب هاي العمل الأحادي من واحدة من العيون ما يشوف بيها فتتجه تسلط الضوء فشوف شوفه شوفه البيبول ما يصير بي اي ريسبونس باعوا نو ريسبونس هنا باع لايت دايركت ها تو ذا بلاند اي وين ما يصير بي ريسبونس. الحاله الاخرى الغير الطبيعيه اللي تسمى ارجل روبرتسو ارجل روبرتسو ايش يصير بهاي الحاله شباب؟ هاي يصير بيوبل نو رياكشن تو ذا لايت يعني من التسلط ضوء ما تشوف عنده رياكشن، ما يصير عنده كونستراكشن وين اكوموديشن سام تايم ابير سمول اند اريجولار باي لاتيرا. This condition commonly occur when with the نشوف دائما with the syphilis with the brain tumor meningitis with the chronic alcoholism. باعوا ايش يصير مثل هاي التسلط ضوء ما يصير عنده اي ريسبونس، فهاي الحالة شباب شي يسموها 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 أرجل روبرت ستون أرجل روبرت ستون أرجل روبرت ستون. شباب مثل هاي من التسلط الضوء ما شفت اي شي بيها وان ما يصير بيها اي كونستراكشن
ما يصير بي نو كونستراكشن نو رياكشن تو ذا لايت. طبعا يشوفوا ويا المرضى يكون سبليس ويا البرين تيومر ويا الناس اللي يشربون الكحول زينز. طبعا هسه احنا وصلنا الى اختبار اللي هو تيست اكومنديشن اوف ذا يوبا. طبعا اكومنديشن ديفاين از ذا ability of plants to adjust to virus distances، يعني معناته انه يعرف الاكومديشن لانه قدرة العدسة على التكيف على مسافات مختلفة. فهنا the view constructed while fixed on an object being moving far away to near the eyes، يعني انه البوبو هذا يمن يثبت يعني يحدق على شيء معين، أو هذا شيء معين يعني من بعيد وبعدين يتقرب إلى العين. إيش حيصير بيه؟ حيصير بيه تقلص بالبوبو. فالأكوموديشن أكر when the client moves his or her focus of vision from a distance going to a near object يعني causing the pupils to constrict. فهنا يعني انه يمن المريض يظل يحدق على شيء من بعيد واحنا نقرب هذا الشيء قريب من عينه، فش حيصير؟ حيصير تقلص بالبؤبؤ. فhold your finger or pencils about 12 to 15 inches from the client and ask the client to focus on your finger or pencil or pencils to remain focused on it as you move it closer toward the eyes. باعوا شباب باعوا شون هذه احنا شنو انتو هسه اخذ القلم وبعد عن صديقك عن مسافة من 12 الى 15 انج وبعدين ابدي خربة العين سي كلوزر ان تور ذا ايز. فايش حشوف بالطبيعي شباب حيصير عندنا هذا الكونستراكشن دي تشوفون ليس كونستراكشن بالبيوبل وبيصير عندنا كونفرجن بالاي تقارب العيون مالتي من يصير عندنا يظل محدق على near for the object. هذا شيء طبيعي شباب شيء طبيعي هيك يصير، بس الشيء غير طبيعي يمن البيوبل don't constrict the eye don't converge يمن البيوبل ما يكون يتقلص ما يصير هذا التقارب بعيونه، فهذا شيء يعتبر غير الطبيعي. شيء الطبيعي هو هذا بعيوني تشوفوه، والشيء الغير طبيعي يمن انه ما يصير هذا عندنا عند هذا المريض. الفحص الثاني شباب عندنا distance visual acuity test. هذا هو وقف، هو الوقف المريض على بعد 20 يلا يقدر يشوف الشيء، في حين انه الطبيعي what a person with the normal vision can be seen at the 40 feet. يعني مثلا المريض واقف هو على بعد 20 feet يقرأ يا رقم، هالمريض يقرأ مالتنا يقرأ مالتنا يقرأ هذا، في حين هاي الحروف يقدر يقرأها الطبيعي وهو واقف على بعد 40 متر، في حين المريض واقف على بعد 20 متر يقرأ هذه اللي هو الطبيعي شنو يقدر يقرأها على بعد شقد؟ على بعد 40 فيت، بعد 40 فيت يقدر يقرأها. هاي عندنا المايوبيا هو امبير فار فيجن 22-40 can be seen at 20 feet
What a person with normal vision can be see at 40 feet. يعني شنو معناتها يا شباب؟ يعني الروح الهادي هذا الشات، هذا المريض مالتنا انه شدي يقدر يقرا ووقف على بعد 20 يقرا هذه الاحرف. هاي الاحرف الطبيعي انتو تقدرون تقروها لما تكون على بعد 40، في حين المريض مالتنا هو على بعد 20 يلا دي يقرا، يلا دي يقدر يقرا هذه الحروف. زين باعوا شباب، لأن كلما زاد قصر النظر المايوبيا كلما تشوش الرؤية تشوش النظر البعيد صار. زين الفحص الآخر اللي هو near visual acuity test hold the hand held vision chart 14 inch from the eyes. هاي شنو normal near vision acuity test is 40 to 40 with or without corrective lenses. شباب انه هاي شنو هذا الفحص عن قرب، فشنو جيبوا لي المريض جريدة مكتوبة بخط 14 او كتاب مكتوب او اي شيء يقراها موجود مكتوب بخط 14، وتخلونا هذا الكتاب او الجريدة تخلوها عن بعد 14 انج from the eyes، سواء ان المريض كان with or without corrective lenses. المفروض انه الشيء الطبيعي ان هذا المريض انه يقدر يقرا، لكن الشيء الغير الطبيعي شباب يعني يصير near vision testing due to degrees in the power of accommodation suffer from بريسبايوبيا. شباب بعيد، الشيء الغير الطبيعي انه the near vision testing due to the decrease in the power of accommodation suffer from بريسبايوبيا امباير near vision. يعني هاي عندنا هذا المصطلح اللي هو يعني يصير عند المريض طبعا هنا وين صار الخلل، صار عندنا near vision يعني انه ما يقدر انه يقرا هذه القرايه القريبه، فيكون هذا المصطلح اللي هو المصطلح اللي هو بريسبايوبيا. هذا المصطلح شباب هو اللي معناته امباير بالنير فيجن، هذا المصطلح طبعا مهم. زين عندنا تيست الاخر شباب اللي هو تيست فيجوال فيلد فور كروس بريفرال فيجن. هذا حتى هذا اللي يسموه اختبار المجالات البصريه للرؤية المحيطية. طبعا هذا to perform حتى نسوي to perform the confrontation case لإجراء اختبار المواجهة لازم يصير position yourself approximately 2 feet away from the client at the eye level. يعني لازم انت توقف عن بعد قدمين تقريبا من العميل وعلى مستوى العين، فتوقف عليها على مستوى العين. بعدين هنا عندنا look directly at each other with your uncovered eye. اول شيء طبعا انت تباوع، واحد باوع لا. بعدين شنو هو next extend your left arm at the mid مدان and slowly move one finger. يعني هو يسوي cover for the one eye. بعدين انت شو تسوي؟ تمد ذراعك الايسر بالكامل عند خط المنتصف وتحرك ببطء، تحرك ببطء اصبع واحد او قلم الرصاص تحركه.
upward or from below until the you can see your figure or dance. بعد شون هذا شون يبدي يحرك هذا الأصبع ها أو إنه إذا يشيل قلم يحركه upward from below until من ما المفروض إنه يشوف الكلاينت يشوف هذا العميل الأصبع حركة الأصبع مالتك. That is the remaining through visual field. طبعا أنت تحرك هذا إيدك عندنا بثلاث مجالات اللي هي عندنا superior والtemporal والnasal. superior يعني الأعلى والtemporal عندنا الصدغي والنازل. هاي الاتجاه بهذه المجالات اللي ثلاثة تبدي تحركها. بعدين repeat the test for the opposite eye. بعدين براها انه تبدي نفس هذا التيست تسويها على العين الاخرى. طبعا performing confrontation test to assist the visual field continue. هذا حتى احنا نسويه حتى نشوف عندنا المجالات البصرية للرؤية المحيطية. شباب بعض يعني احنا نسوي هذا الاختبار المفروض انه الكلاينت مالتنا او العميل او الصديقة انه يشوف في the examiner finger at the same time the examiner see. يعني من نفس الوقت اللي هو الاكزامنر يعني يشوف النورمال فيجوال فيلد degree are approximately يعني inferior الزاوية 70 درجة ناحية السفلية والسفيريال تصير 50 درجة والتمبريال الصدغي تصير 90 درجة والنوزل تصير 60 درجة. طبعا هذا الشيء الطبيعي حكينا عليه. هسه الشيء غير الطبيعي شنو هو؟ يصير delay or absence perception of the examiner finger indicate اكو reduce بالبريفرال فيجن. يعني من انه ما يدرك انه هاي حركة الاكزامنر المريض او الكلاينت فايش حيصير. يعني معناتها عنده reduce بالبريفرال فيجن يعني بالمجالات البصرية المحيطية. زين شباب هسه الفحص الاخر اللي هو corneal reflexes. طبعا هنا corneal light reflexes test assess barrier alignment of the eye. يعني انه يتم تقييم المحاذاة المتوازية من العيون. فالreflection of the light on the cornea should be on each eye which indicated barrier alignment. يعني انه يمن يصير اكو reflection بالكورنيا فمعناتها شنو؟ انه عند المريض يعني معناتها انه اكو محاذاة متوازية في العيون. اكو محاذاة انعكاس الضوء على القرنية على كل عين. يعني معناته انه المريض بعينه اكو محاذاة متوازية اكو barrier alignment. زين شباب هذا شلون نسوي هذا التيست؟ انتو بيكون corneal test شلون نسوي؟ انه this test assess ان barrier alignment مثل ما قلنا هذا التيست هو يقيم المحاذاة المتوازية للعين. طبعا يعني هو بين لايت المفروض ان عندك انت شنو تمسك مصباح على بعد 12 انش from the client face من وجه المريض. طبعا مثل هذه لازمة. بعدين يسلط الضوء وين؟ يسلط شان ذا لايت تور ذا بريدج اوف ذا نوز. هنا يسلط while the client start ahead. يعني انت هو راسه باقي
اللي هي مرتين مرة صفر. فبعدين انت شي تلاحظ، انت تتصلب هو على بريدج اوف ذا نوز، تلاحظ اللايت ريفلكسز اون ذا كورنيا، تلاحظ شلون ينعكس الضوء على الكورنيا. فالمفروض الشيء شباب الطبيعي يجب ان يكون ذا ريفلكشن اوف لايت اون ذا كورنيا شود بي ان ذا اكزاكت سيم سبوت اون ايتش اي، يجب ان يكون انعكاس الضوء على القرنيه في نفس المكان بالضبط في كلا العينتين، في كلا العينتين مع انعكاسه نانه لازم يكون اثنيناتهم يكون بالضبط، يكون انعكاسه بالقرنيه بالضبط بنفس المكان. هذا اذا انعكس بنفس المكان يدل انه المريض عنده indicated barrier alignment اللي هو شنو هو المحادات المتوازية بالقرنية. في هذا الشيء الطبيعي اللي احنا قيده. هسه الشيء غير الطبيعي شنو هو؟ يمن يصيم انت تسلط الضوء وين؟ على بريتش اوف نيوز مثل ما لازم تسوي. فشو شفت؟ صار reflection of the light صار asymmetrical position of the light reflexes indication of activated alignment of the eye، يعني معناته إذا كان غير متحرك يعني أكو انحراف بالمحاذات مالة العين. This may eye يصير يعني من نتيجة المصل صار فيها weakness أو صار paralysis of the cornea أو إنه يعني المصل صار بشلل مشلولة لأسباب طبعا متعددة. هسه نحكي على التيست الآخر اللي هو الكفر another test اللي هو الكفر تيست. طبعا ليش نسوي هذا الكفر تيست؟ to detect deviation in alignment or strand deviation in the eye movement. اختبار الغطاء هو احنا نسوي الغرض مالته هو كشف الانحراف بالمحاذات أو انحراف القوة في حركة العين. فالـ uncover eye should be remain fixed straight ahead، يعني يجب أنه الظل العين غير مغطاة ثابتة الرأس. The cover eye should be remain fixed after being uncover، يعني هنا أنه العين أنه يجب أن العين الظل يجب أن الظل العين ثابتة بعد كشفها. يعني هذا هو الفحص أو التالي هو فحص أو اختبار الغطاء. هاي شنو؟ نمسك واحد من العين نقول للمريض أنه يركز على نقطة معينة. فشنو هو؟ أنه لازم أنه الأنكفر وإحنا طبعاً نغطي وحدة، نسوي كفر وحدة من عيننا، ولو شو نقول له؟ نقول له يركز على نقطة معينة. فشو بي إنه الآن كفر لازم شو صير؟ صير مين فيكس يعني ثابت. The cover eye زين. بعدين شو نسوي؟ إنه هاي الكفر العين المغطاة إحنا نرفع الغطاء مالتها. فالمفروض انه should remain fixed after being uncovered، يعني بعد انه هاي العين اللي كنا مغطيه لازم تصير ثابتة ايضا بعد ما رفعنا الغطاء عنها. شوف هذا فحص كلش هو فحص بسيط بس في نتائج تطلع لنا نتائج كلش يعني كلش significant مهمة. فمن ضمن النتائج الشغلات اللي تطلع لنا انه من جراء هذا البحث هذا الفحص بعد شلون بسيط وكفر اند ان كفر سدون عين وتقولوا يركز على النقطه وبعدين برا هذه العين اللي كانت اللي هي اللي كانت مغطاه اللي هي الكفر المفروض تصير ثابته بعد رفع الان كفر. اشتطلع من النتائج شباب.
تطلع لنا بعض هاي الحالات المرضية. المهم بعد ايش تطلع لنا؟ تطلع لنا هاي الحالة اللي هي شنو هي؟ السترابسمس الحول، وهو اوتروبيا كونسينز باير الاينمنت اوف ذا اي اكسس، هو سوء محاذاة لمحور العين. او تطلع لنا حالة اخرى اللي هو الاستروبيا، اللي هو معنى الاستروبيا اللي هو التحول الى داخل الى الداخل. بقى هنا هاي العين بقى شلون هاي الاستروبيا شلون تحول الى الداخل، بقى هذه هاي يسموها استروبيا هذا المصطلح، بقى هذا المصطلح بقى هاي شلون متحولة الى الداخل فيسموه استروبيا. هاي شنو يكشف النمية ويبعث هاي الكفر هذا الكفر. بعض الشيء طلعنا هذه أيضا حالة اللي هي الإكستروبيا، العين التحول مالتها إلى الخارج. بعض هاي دائما نشوف هاي بعد ما نسوي هذا الفحص هيك تطلع لنا يعني نتحول إلى الخارج. احنا ليش كنا الأستروبيا كانت تتحول العين إلى داخل، هاي الإكستروبيا لا إلى الخارج. مثل هاي إلى الخارج صارت. شباب هذا الفحص ما تكفر الآن كفر. الفحص الآخر اللي هو بوزيشن تيست، ليش نسوي هذا البوزيشن تيست؟ أسيست أي مصل سترانك عن الكرينال نير فاكشن، نسوي هذا الفحص. هذا الفحص شنو هو؟ إنه الطبيعي بعو شو نسوي؟ نعلم إنه small object to each of six cardinal position of that. يعني نخلي المريض مالتنا يحلق على حركة ايدينا، احنا نحرك بست اتجاهات left lateral و left left lateral و left superior و left inferior، ونرد نشي نسوي نحرك ايضا باتجاه انه right lateral و right ايضا right inferior و right lateral و superior، فنحرك هذا الاتجاه. فالمفروض شباب انه شنو المريض فقط يحلق عينه، يعني بس يحلق عينه على احنا على تحريكة ايديناتنا، هو ما يحرك راسه بس يحرك عينه. سرى لكم الصورة شباب. انه هسه هاي شيء طبيعي، انه اذا سويتوا هذا الفحص لاصدقائكم شوفون يبدون يحركون عيونهم بالاتجاهات الستة. اذا المفروض انه الاي موفمنت should be smooth and symmetrical throughout all six directions. لكن الشيء غير طبيعي من انه ما يقدر المريض انه يتابع هذه الاتجاهات السته. failure of the eye to follow movement symmetrical in all direction، فمعناتها شنو عند المريض؟ indicate a weakness، اكو ضعف in one or more extraclavicular muscles، يعني اكو عند ضعف في عضلات العين. باعوا هنا هاي الحركة، يعني حرك انه ايده، انه باعوا شون المريض يصير ما يحرك راسه، وانما فقط يحرك عيونه باتجاهات الستة اللي طبعا باعوا شون يحرك فقط عينه. زين الشيء غير الطبيعي اللي احنا حيطلع لنا اللي هو عندنا يطلع لنا البريلايتيك ستروبسم، اللي طبعا هذه هاي يوجوالي ريزلت تنتج من نتيجة من يصير اكو ويكنس اور باريلايسيس او وان اور مور اكسترا كلاير ماسلز، يمن اكو ضعف أو شلل في وحدة أو أكثر من عضلات العين. فيصير النيرف may be affected will be on the same side of the eye affected. طبعا
العصب المصاب يصير على نفس الجانب اللي تتأثر بالعين. فالرايت اي باراليسيس از ريزلت تو ارايسايد كراينال نيرف. يعني على سبيل المثال اذا صار شلل بالعين اليمنى من حيث اثر العصب اللي في الجانب الايمن the position in which the maximum deviation appear indicated the nerve sixth nerve paralysis the eye cannot look to the outer side. إذا كان أكو طبعا العصب السادس إذا كان متأذي فإنه شو يشوف المريض إنه ما يقدر يشوف باعو don't try to look to the left or right eye يعني ما يقدر يشوف وما يقدر يشوف أيضا can it move on the left eye can it move the left يعني إنه الأي cannot look to the outer side يعني ما يقدر يشوف المريض الجوانب الخارجية سواء ما تليت أو الرايت هاي إذا كان العصب السادس متأثر. خلينا نشوف بعد إذا كان نساعدنا على العصب الرابع إذا كان متأثر فالمريض شو يشوف هنا the client with the fourth nerve paralysis look down and to the right هنا يعني يشوف down and to the right the client with the third nerve paralysis looks straight ahead يعني فقط يباوع شنو يكون في استقامة الرأس هذا العصب الثالث زين normal child movement has been around the eye during the diagnosis position test يعني حركات متشنجة غير طبيعية حول القزحية يعني المريض اللي نسوي له هذا التيست السيكس ديس بوزيشن نشوف الصير بس حركات تشنجية غير طبيعية حول القزحية نشوف